بكم الناس الكل جميع متابعي قناتي، ان شاء الله تكونوا في خير وفي صحة جيدة. ان شاء الله تكون دباراتي تنفع فيكم. اليوم جيتكم بفيديو جديد، اليوم رجعت لكم بدبارة تونسية 100% تونسية. دبارة هذه نطيبوها كل نهار حد في تونس، كسكسي بالعلوش. للدبارة هذه باش نستحقوا لحم، الفاح، طماطم، زيت زيتونة، حمص، بصل، وهذا زبيب من بعد نحطه في الكسكسي نتاعي في الاخ. اول حاجة باش نعملها باش نحط ماء يغلي، وباش نفوح اللحم نتاعي في نفس الوقت. باش ناخذ اللحم باش نحط فيه زيت مقدار كاس وشوي، نحط البصل، هذايا الكسكسي مانيش باش نقلي حتى شيء، باش نفوح اللحم نتاعي ومن بعد نحطه في الماء اللي خليته يغلي، ما نقليش فيه خاطر الزيت زيتونه راهو ما يتقليش. ننصحكم انه الزيت زيتونه ردوا بالكم تقلوه خاطر يولي مضر. كي طيبوا بزيت مثلا زيت المستوره، زيت نجمه ولا اي حاجه، ميساش تقلي على روحك، اما زيت زيتونه يتقليش. باهي، باش ناخذ مغرفة ونص فلفل أحمر، مغرفة تابلو كروية، شوية زعتر وكليل ملحيين، شوية كركم، ثلاثة روم. فما عبيد ما طيبش بالثوم في الكسكسي، أما راهو يبان نزيد الثوم في الكسكسي يجيبني. كل واحد وكيفاه يعني، اما ننصحكم راهو طيبوا بيه. شويه فلفل اكحل والملح، ونخليهم هذوكم شويه فلفل اكحل اللي بقاو باش نحطهم في الكسكسي كي نبدا نفور فيه. نخلطها، نحط مغرفتين طماطم، ريحة فيوحة، نحاول نحركهم بيدي باش الفيح يدخل في اللحم. من بعد نزيد عليه الحمص، هكا نكون كملت فوحت اللحم نتاعي. وباش نحطه في الماء اللي يغلي اللي قلت لكم عليه، هذا الماء نتاعي يغلي، حطيته يغلي باش نصب عليه اللحم المفوح نتاعي بشويه بشويه. وتوا نخليه يتيب على روحه. وتوا باش ناخذ كعبتين بطاطا وربع قرون فلفل. الكعبة البطاطا باش نقصها على أربعة ونقليها هي والفلفل باش نزين بها الكسكسي نتاعي. كيما تشوفوا باش نحاولوا نزينوا الكسكسي نتاعنا قدر المستطاع. هذه البطاطا متاعي قصيتها الكعبة على أربعة باش نقليها، والفلفل متاعي زاد حضرته. كالعادة ما تنسيوش باش تعملوا جيم، اللي مشترك في قناتي واللي ما هوش مشترك في قناتي يعمل جيم ويعمل سابوني ابونيفو. ما تنسيوش باش تشتركوا في قناتي باش يوصلكم جديدي. وتوا باش نحط الكسكسي متاعي يفور. خذيت الكسكسي هذايا غسلته بالماء السخون، نفخته شويه في الماء السخون، ومن بعد باش نحطه في الكاسكيس كيما هكا. سي ديجا تشوفوا البخار خاطر الكسكسي سخون بيسك غسلته بالماء السخون.
هكا بداية ونحلو باش ما يعجنش. ونحطو يفور. هذا كسكسي مفور، ما هوش كسكسي شمسي، خاطر الكسكسي الشمسي فيه مراحل اخرى. هذا كسكسي مفور كما يعملوه الناس الكل، يعني كسكسي جيري ما هوش كسكسي بكويت. ونحطو يفور على هذا الكسكسي نتاعي مفور حاضر باش كما تشوفوا، باش نزيد عليه فلفل اكحل. الفلفل الاكحل اللي قلت لكم باش نخليه من الاول، هذاك هو اللي باش نزيدو مقدار كيكة نتاع قهوه. نصبو كيما هكا ونخلطو في الكسكسي الكل، نحاول ندخلو في الكسكسي الكل. راهو الفلفل الاكحل ياسر يبنن الكسكسي، ما تنساوش باش تحطوه. حاجه تعمل 66 كيس. وتوا باش نبدا نمرق في الكسكسي نتاعي. ريحتو ياسر بنينة. نكمل المرقو ونزينو وناكلوه بالصحة وبالشفاء.